والمزيد ده ينضم إلينا هاتفيا الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور طارق. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. دكتور طارق، كيف تنظر وتقيم العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر والسعودية؟ يعني بالفعل هي علاقات وثيقة ومتينة تجمع ما بين مصر والسعودية، وأتصور أنه في يعني هذه الآونة وفي العشر سنوات الفائتة كان مزيد من تمكين العلاقات، مزيد من التفاهم، تفاهم مغلف بتفاهم، روح واحدة، علاقة شديدة الاستثنائية، توجهات وطموحات ورؤى متطابقة في هذه البقعة الجغرافية. وعندما تصح هذه العلاقات ما بين مصر والسعودية فتصح كل العلاقات العربية. وأتصور أنه يعني بفضل إلهام الزعامة التي جمعت ما بين فخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك سلمان وسمو الأمير محمد بن سلمان، كان هذه القوة وهذه المتانة الملحوظة في هذه العلاقات التي تجمع ما بين البلدين، بحيث أصبحت يعني هي قدر وعروة وثقة لا انفكاك لها، وعلاقات تعتبر نموذج في هذه العلاقات العربية. موضوع أكبر ما بين يعني من مجرد التحالف والشراكة الاستراتيجية، ولكن علاقة بمثابة السبيكة الواحدة، سبيكة واحدة تجمع ما بين البلدين لتتصدى لكل هذه الملمات وكل هذه الأنواء السياسية وهذه العواطف العسكرية وكل ما تموج به المنطقة من توترات ومن اضطرابات. فتقف هذه العلاقة علاقة قوية تجمع ما بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية. دكتور طارق، تحدثت عن التوترات في المنطقة وطبعا أهمية التعاون والحرص المتواصل من الدولتين على التشاور والتعاون في مختلف الملفات طبعا التي تهم البلدين إقليميا ودوليا. ما أهمية هذا التشاور والتنسيق المستمر طبعا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة دكتور طارق؟ يعني في غاية الأهمية ذلك التشاور والتنسيق المستمر الذي يجمع ما بين مصر والسعودية، لأن هذا التنسيق وهذه الرؤية الواحدة في سبيل بلورة يعني ما من شأنه أن يحقق يعني بلورة قوية متماسكة تجاه كل ما يزعزع الاستقرار في كل الملفات في فلسطين واليمن وليبيا والسودان وسوريا ولبنان، كل ذلك نتيجة هذه الرؤية المصرية السعودية التي بتعمل على تقوية وتمتين فكرة الدولة العضو، الدولة الوطنية، مؤسسات الدولة الوطنية، عدم وجود ميليشيات، عدم وجود تدخل من أطراف خارجية داخل الشؤون الداخلية للدولة الوطنية، لأنه هذا هو الذي سبب هذه الكوارث التي يعني بتموج بها المنطقة من اضطرابات وتوترات وانقسام وتشرذم في الدولة الوطنية الواحدة. وتصور أنه هذه الرؤية التي تجمع ما بين مصر والسعودية سواء كان في الرؤى الفكرية تجاه هذه الأفكار المعوجة، تجاه فكرة عودة الدولة الوطنية قوية متماسكة مرة أخرى بمؤسساتها، تجاه الرؤى تجاه التنمية وتحقيق النقلة النوعية لأبنائها من مشاريع وأفكار نهضوية تعمل على خير شعوب هذه المنطقة، كل ذلك تلاقي مهم نتيجة الوقوف على نفس الأرضية الفكرية والاستراتيجية التي تجمع ما بين البلدين. وكل هذا ليس فقط على الخطاب الدبلوماسي الواحد والرؤية السياسية الواحدة، وإنما أيضا له تداعياته وآثاره الإيجابية على المشاريع التنموية وعلى كل ما من شأن أن يحقق النهضة والتنمية ومزيد من الاستثمار والفرص المواتية المتوافرة بكثرة في البلدين الشقيقين الكبيرين. تصور أن هذه العلاقات المتينة القوية الوثيقة التي تجمع ما بين مصر والسعودية هي نموذج، هي نواة صلبة لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات العربية. هي بمثابة القلب
يعني أذين وبطين في قلب واحد، قلب صحيح. الأمة العربية، طالما أن هذه العلاقة علاقة قوية ومتينة وبخير، ستصبح بإذن الله يعني العلاقات العربية الأخرى أيضا في سبيلها إلى الارتقاء وإلى مزيد من تحقيق إيجابية أكثر وفرص مواتية أعظم بكل وأكبر. تأكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية.